بتعرفوا انه فيكم من خلال يوتيوب تحضروا اخر الميوزيك فيديوز، بس كمان بتعرفوا انه يوتيوب فيه يساعدكم تعملوا بلاي ليست تبعكم عبر يوتيوب ديسكو؟ بدنا مصلحتك. اليوم التحضيرات مع شيف عبد الله مع ورشة ملح هي عن جد بألوان الصيف. في عنا تارت على خضرة، في عنا فاهيتا، في عنا كوكيز مع موز، وكمان شو كان في عنا بكرة؟ ممكن عنا الترويقة مع اللبنة والنعنع. رح نشوف كل هالأمور هيدي وين صارت هلأ. خلينا ننتقل مرة من جديد إذن مع ورشة ملح. وصلنا للختام عالمنا الصباحي ولنجمع كل التحضيرات اللي كنا عم نسويها خلال النهار. على الكاميرا حيمرقوا معكم اول شيء الترويقه اللي عملناها، قصدا خلينا نحن وحده بيتزا، بس انا عم بشكي لكم هلا. اجوا من الكنترول فوق، ما حسمي مين، اخذوا النص، فاضطريت حط نص، عم تضحك، فاضطريت حط نص بندوره لنعبي الصحن. ضل عندنا شوي من اللبنه مع الباذنجان كمان عبيناهم بصحن. نرجع منشوف حدهم، في عنا تارت الخضرة اللي بدنا نطبقه هلا، واخر شيء في عنا الكوكيز مع الموز اللي بدنا نطبقهم كمان مع بعض. اما عندي بالطنجره هون حطيت زيت زيتون، بصل السلموني اللي قطعناه، حنزيد فليفله الصفراء وحنزيد فليفله الحمراء. مثل ما بنعرف القريدس اللي عنا هو مطهي جزئي، يعني نص استوى، فما بده كتير. بس نحن شو عملنا بالبراد؟ حطينا له التوابل او نقعني. فهالطريقة هاي الالوان اللي عنا حنتركن يدبلوا شوي. نجي بنحكي عن القرادس. القرادس حطينا له خلطة البهارات، مثل ما قلنا لكم بهارات الفاهيتا. شو عملنا؟ نشا، ملح، سكر، اكيد الوصفات حيبرموا قدامنا هلا خلال هالنص ساعه اللي قدام. نرجع العيد، نشا، ملح، سكر، حطينا من الفلفل الحار، حطينا من الثوم البودره، وحطينا معهم من البصل الجاف. صار عندي هيدا الخليط. لكن هيدا بالنسبه للفاهيتا. هلا صار فيني نضيف القريسات. مثل ما بتشوفوا طالما نحن محضرين كل المكونات تاعتنا ولا اهين التنفيذ. لكن مثل ما بنشوف القريسات اللي عنا، حنجي بهالطريقة. صار عنا ريحة ولا أروع ونكهة ولا أروع وألوان رائعة ورائعة أكثر. حتى فيكم تعملوا هيدا الخليط وتحطوه على رز، تكون طبخين الرز مع شوية بصل وثوم ومن هيدي البهارات، أو مع باستا كمان وشوية صوص بلونش. شو ما بدكم فيكم تغيروا، تمزجوا الخليط المكسيكي مع شي طبق تاني إيطالي أو طبق رز حتى كمان. باخد كمان ملعقتين من الخليط اللي عندي ومنشيله على جنب. أكيد هذا الخليط فيني حطه بالبراد، عفوا فيني حطه بمرتبان محكم الإغلاق، بضاين عندي فترة شهر او شهرين، وفيني حطه برف الفريزر. وهلا ضفت من الملح كذلك الامر. اخر مكون لازم ضيفه عندي لنقدر نبلش بعدين نحشي الساندويشات اللي عنا، هو الفطر. مثل ما قلت لكم انا اليوم استعملت الفطر المعلب. فيكم تستعملوا الفطر المقلق، الفطر الفريش، هذا شيء بيرجع لكم. بهيدي الطريقة حنتركهم على النار. نجي شو بدنا نحضر؟ عندي من اللبنة وعندي من الأفوكا. بدنا نعمل الدب أو بدنا نعمل الصوص اللي عنا اللي بدنا نمرغها مع السندويشات أو نقدمها على جنب كمان الفاهيتا اللي عنا. حنجي نجيب جات صغير. ناخذ هاللحمة الافوكا اللي عنا
بنأكد انه ما يضل فيها شيء. فينا عند هذه المرحله نعمل الجواكامولي، ساعتها بدنا نحط ملح حامض، بندوره بوتيدي، شوي من الكزبره، واكيد الافوكا اللي عنا مع نكسرهم مع الساور كريم. نحن اليوم عم نهينها شوي، حنعمل الافوكا مع اللبنه وعصره حامض ورشه ملح. خلينا نجيب شوكه. يا نيجي بهالطريقة عجنب الجاط اللي عنا، بنطحن او بنهرس الافوكا اللي عنا، بجي منضيف له من الملح ومنضيف له عصرة صغيرة من الحامض. وهلا صار فيني اضيف اللبنه اللي عندي، او اذا بدكم تعملوا صور كريم كمان بتحطوا اللبنه بترخوها بشويه مي وعصره حامض، يعني ما ضروري تحطوا الافوكا بقلبها، انتم شو بتفضلوا فيكم تتصرفوا. لكن المزيج بتاع الساندويش او الدب صار عندي جاهز، هنجي نحطه على جنب ومنقلب قلبي. هلا ريت ست نجي لخبرية التارت، خشبة هنشيلها. تارت ما حاجي ضيع لكم وقتكم ووقتي ونعمل عجينة، وكل مرة بنحكي عن عجينة التارت ولا أهين من هيك. 3 كوب طحين، كوب زبده، بيضتين ورشه ملح، هذا التارت المالح. لكن 3 كوب من الطحين، كوب من الزبده، بيضتين اللي بيعادلوا تقريبا 100 جرام ورشه ملح. فبصير عندنا هيدي العجينه، لانه اذا بدي اعمل التارت هلا وضيع 10 دقائق وبدي 10 دقائق بالبراد لتجمد التارت لاقدر اشتغل فيها حيروح نهارنا. فالتارت انا عملته قبل وضل عندي من العجينه. صمت العجينة لتطلع معي قلبين صغار أو قالب كبير. بهالوقت هنخفف النار على ريت سيت، نجي هيدي العجينة اللي عنا ناخد شوي من الطحين نرجع منطريها، لأنه الزبدة اللي بقلبها شو بتعمل بقلب البراد؟ ترجع تقسى، فمجرد ما ندعكها شوي ترجع تطرى عنا. نرجع اسهل طريقه لكم، ورقتين زبده فوق بعض، هيدي الطريقه. واذا بدكم تستعملوا الشوبك الاكبر كمان ما في مشكله ابدا عنا. منجرب نطلع منها شكل دائري لنقدر نحط العجين او نقلب العجين بقلب القالب اللي عنا، قالب الخبز. بعتقد بكفايه سمكتها هالقد، عندي قالب دهنه من الزبده ومغبره بطحين، رشش له طحين. بيجي باخذ هذا القالب وبقلب فيه هيدي العجينة. لكن خليني طفي تحت القرايت سيت، لأنه بدي الجوس تاعها والنكهات تضلها مع بعضها مثل ما مبين قدامكم على الكاميرا، ولا أروع من هيك. شو حنيجي نعمل؟ منشيل الأطراف الزايدة، وأكيد هو اللي بيتفرزوا وفينا نرجع نستعملهم، حتى نكبس بهالطريقة ليصير عندي الفورم
واذا في شي محل بده ترقيع منرقع ليطلع عنا الفورم كله مثل بعضه. هيدي العجينة اللي عنا مثل ما قلت نرجع نستعملها بدون اي مشكلة. الحشوة شو حتكون؟ عندي بيضتين وعندي من الجبنة المرهمية. شو حضيف للجبنة المرهمية؟ حضيف لها من جوز الطيب، حضيف لها من الفلفل الأسود للبيض مثل عم نحكي، حضيف لها ملح. هيدا الخليط اللي عندي حنكهه ببرش الحامض وضيفه على الجبنة المرهمية اللي عندي او على الكريم تشيز اللي عندي. هيدي الطريقة، فينا نحط معهم سبانخ ما في مشكلة، فينا نحط معهم من الأوريجانو أو النعنع أو المردكوش أي نوع عشاب أو رومارين لننكههم، كمان ما في مشكلة عنا أبدا. وفيكم تخبزوا الطارخ نص خبزة، تعملوا صوص بشاميل، تستعملوا بدل هيدا الخليط صلصة البشاميل كبيز. شو حاجة اعمل؟ حضيف هذا الخليط اللي عندي بهالطريقة. اكيد البيضل فيني استعمله كمان بتارت تاني. هلا هنروح بريك، نرجع منبلش كيف بدنا نزين او نحشي التارت اللي عنا، وكيف بدنا نلف السندويشات ونعمل الكوكيز اهم شيء. بريك وبرجع لكم. المحطة الأخيرة اليوم بعالم الصباح، طبعا كلكم بتعرفوا وكل متتبعي عالم الصباح بشكل دائم بيعرفوا، بتكون مخصصة لحتى نقدر نختم كل الأطباق يلي اقترحها علينا اليوم الشيف عبد الله من البداية لهلأ مع رشة ملح. طيب معنا ربع ساعة هلا، بالمبدا تقريبا كل شيء صرنا هيك عم نشوف الى حد ما، ما عدا اللي بالطنجره. يلا ابدا بالمبدا خلينا نخلص اللي عندي. يلا اوكي نرجع نجي لهون. انت بهالوقت شو حتكوني عامله؟ انا عم بتفرج وجرب اني ما اكل. هلا كلنا حناكل بالنتيجه. انا جرب يعني. أوكي. مش انا بوعدك. نحن اللي بدنا اياه منك. نعم. من فخامتك ست غاده. نعم. عذبناكي كل النهار اليوم. قصاص. حنحط كل هالخبزات حط بعض وعلى كل وحده ملعقه بالنص نحط الدب الافوكا. اوكي إيه. نرجع لهون الكوسه وحدة. اللي عندي كل اللي قد ما بدك في خير الله. استعملت يا. المندولين اللي ما عنده مندولين. المندولين هي اداه صينيه الاصل للمطبخ الصيني للفرم، اللي ما عنده فيه يستعمل القشاره العاديه، او اللي بيشتغل بالمطابخ واللي عنده مطاعم بيستعمل مكنه السلايسر تعيد الشاركوتري. عندي من الكوسة شو حاجة اعمل؟ مثل ما شايفين الكوسة اللي عندي طوال شوي، حاجي اخذ شرائح الكوسة بهيدي الطريقة. ارجع هنورجيكم كيف الباز نحنا، واكيد انتو كيف ما بدكن فيكن تعملون، مش اشكال ابدا. كذلك الامر منكمل بهيدي الطريقة. فيكن تستعملوا الكوسة، فيكن تستعملوا البطاطا حلوة بس بكون تسلقوها شوي قبل. إذا بتشوفوا أنا قاصص هون رفيع لأنه ما عرضت الخضار اللي عندي لأي حرارة، فمشان هيك بيستووا مع استوى التارت بفترة استوى التارت. كمل بهالطريقة.
مثل كأنه عم نلف ورق عنب أو بس فاضيين يا بهالطريقة غادة بهالوقت عم تحط الأفوكا السبريدة الأفوكا مع اللبنة لنقدر نحط عليه اليوم اللبنة باقي الخضار قوية كتير معنا بالستوديو اللبنة اوكي طب ما شفتي كيف نحن بدنا نعمل انه استعملنا اللبنة بالترويقة بكذا محل مضطرين نستعملها بكذا محل هيك احسن لإلنا اوكي هيك مثل ما شايفين حتى تقدروا تجمعوا كذلك الامر فيكن تحطون شرائح يعني فيكن اعملكم بس هيك حسب الوقت حسب الوقت بهيدي الطريقه يلي عنده وقت بده يقعد يلف اللي ما عنده وقت اللي ما عنده وقت بيخلق وقت شو ضروري واحد لحاله يسويها هيك بس حتى نعبي وبتضلكم ماشيين فيها طوالي اوكي هلا بهالوقت ما خلصنا انت خلصتي اول مرحله ثاني مرحله عندك حاجب لك ملعقه ثانيه ما تستعيل ازاز تاخدي شوي من الشوكولا وتفضي على كل وحده من الكوكيز اللي عندنا منيح هيك عظيم يا هيدي المي اللي عندنا خلصت نرجع لخبريه الجزر كذلك الامر بهالطريقه كمان نمشي مع طعجة الجزرة وعنا نشمندر أنا نقيت العلب لأنه أكيد ما حيستوي معنا بفترة ربع ساعة الشمندر الفريش بده وقت ايه؟ بده وقت فإذا كان مسلوق كمان نص سلقة بيكون أهين وأهين واخر شيء حاستعمل بعد غير الشمندر حنستعمل كوسه الصفراء موجوده ببرادات الخضره الاشياء الامبورتد او الخضره الامبورتد كمان طعمها لذيذ بتعطينا لون بقلب التارت اللي عندنا بهذه الطريقه نجي ناخذ كمان من الكوسة شرائح ونحط نعمل مثل قالب صغير أو ورد صغيرة بالنص ماشي حالنا غدا عظيم عظيم شو سلمتني شوكولا يعني معقول مش ماشي حالنا شو هالسؤال يا بهاي الطريقة حنجي ناخد الخضار اللي ضلوا عنا لنرجع نعربهم وإعادة تدوير مثل ما بيقولوا أما شو بدنا نحشي بالنص بدنا نحشي باقي الشمندر اللي عنا بهيدي الطريقة هيدا طارت الخضرة اللي عنا صار جاهز منحط له شوي من زيت الزيتون ومنحط له شوي من البهار ربع ساعة بالفرن درجة حرارة 150 هذا من عيني هلا قليلة من عيني أنا ماشي أنا ما عملت شيء ما قلت شيء طيب. ما علقت مسح طاولتنا على السريع وين الطساسة نجي أنا ناطرة هون أنت ناطرة شو بدك تبلشي تلفي؟ ما بعرف شو بعد بدنا نحط جوا يا بدنا نحط هنسهل عليكي نجي منفضي الخليط اللي عنا بجات مشان ما نحرق ايدينا والجبنة اللي حنعمله حتكملي انت بس اوكي في مشكله ابدا يلا بهيدي الطريقه
بهذه الطريقة. وبعدين بدنا نلف ونحط ومنوضعهم بهيدا حط بعض لنقدر نسخنهم إذا بدنا، وإذا بدنا فينا نقدمهم دغري. أوكي. أوكي؟ حاضر. يا بهالوقت شو حنعمل؟ حنعمل كوكيز الموز. الوصفات أكيد المقادير حيبرموا عندكم على الشاشة. عندي من الزبدة، عندي بيضة، سكر، أكيد مثل ما قلت الوصفة عم تبرم قدامكم على الشاشة. حضيف فوقها من بيكنج سودا، وحضيف فوقها من الفانيلا. وصفة ولا أسرع. نرجع حسب قدر بنشيل مقادير تحت تحط لكم بعد وصفة تعبي لكم اياهم. شو عم تلفي شيء سبيشل مبين؟ ايه حسب الطلب. انتبهي ما تكتري مرقة كثير حسب الطلب حتى ما تطش معنا الخبزي. انه okay. عم جرب. يا ناخذ موزي. هلا هي بدها موزتين. اه وين كاميرتي؟ هون. احكي. لا لا انا بدي احكي معك انت. هي كان بدها موزتين، انت اكلت موزه، ايش الحال؟ عظيم. يا منضيف كمية الطحين اللي بدنا اياه. ماشي حالنا غدا؟ انت لهيني هون مشان ما اشوف شو عم بيصير هونيك. هون الكوكيز معنا يوم جاهزين صاروا. نرجع نجمع المكونات كلها مع بعضها. تطلع عنكم ريحة الموز. هلا اللي حضطر اعمله حارجع اضيف لها بيضة، لأنه حطينا موزة وحدة ما جمدت كفاية. ما جمدت كفاية. وقلنا لكم ليش حطينا. ضحك لقلك. ضحك. ضحك بعبك مثل ما بيقولوا. يا ماشي الحال. نجيب جار لنفضي فيه العجين اللي عنا وصينية الخبز. العجينة اللي عنا صارت جاهزة. أكيد العجين، كل أنواع العجين مفضل أنها ترتاح فترة بالبراد لتاخذ كل النكهات بعضها. إلا إذا في حدا ما قادر ينطر. إذا ما حدا ما قادر ينطر، بس نحن محضرين محضرين حالنا محضرين النتيجة النهائية. هذه العجين اللي عنا مثل ما شفتوا بعدها طرية على الزبدة اللي بقلبها، بس حنشتغل فيها بقدر المستطاع. يعني اللي بدنا نعمله ناخد مقدار بولة صغيرة منلتها على ايدنا، وفينا نعمل نوعين. يعني هعمل قدامكم هلا هيدي بالشوفين، وفيكم برقائق الشوكولا. ماشي حالنا؟ تبع شيف؟ تمام. اوكي تشغل لي تمام. يا حطها هون لنقدمها وخلينا ننقص بدنا شوي. بدنا نحط شيء على وجهها او لا؟ لا خلص خلص. في كثير اشياء بقلبها. ننقص شوي من المرقه اللي عنا. هيك ليبينوا عليكم المكونات شو هي. وهذا بلي نحط له ملعقه هلا، او فينا نحط له والجبنه اللي عندنا هلا في خبز. نرجع بنلفهم. نرجع لخبريه الكوكيز.
بهذه الطريقة شو عندكم؟ نل حبوب أو من المكسرات بدكم تستعملون كمان فيكن. هنعمل كذا وحدة قدامكن. نرجع على السريع، أنا وعم بشتغل نرجع منقول شو عملنا اليوم. عملنا ترويقة اللبنة. عم تعطيني نص موزة؟ شو بدي أعرف؟ خلص تحول. شفت الشاف كيف؟ زدت لها بيضة، زبطت العجينة بدل ما أحط موزتين. ماشي نرجع منعيد. عملنا من اللبنة. عم بيجرب يقدم اعتذارات. ما ضابطة، زبطت العجينة هلا خلص، ما بدنا نعطي الهم يعني. اللبنة مع الباذنجان المشوي. هيدي اللي كانت بالأول. اللي كانت بالأول وضل من اللبنة كمان. عملناها صحن مع ثوم ومع السماء وحطينا معه من النعنع ومن حبوب الرمان. رجعنا عملنا طارت الخضرة. وين هو الثاني؟ وهيدا الثاني. 1 2 هورجيكم المخبوز ومش مخبوز. ورجعنا عملنا طارت الخضرة اللي حشيناه بالكريم تشيز مع البيض مع جوزة الطيب، ومثل ما قلت لكم فيكم تنكهوا باللي بدكم اياه مع الفلفل الاسود. واخر شيء عملنا كوكيز الموز اللي عم بعملهم هلا، وحطيت لهم غادة من الشوكولا السائلة. كوكيز الموز فيكم تحطوا على وجهه شوكولا. شو في حدهم؟ هيدا شوكولا ابيض كمان. كمان حتى هيدا جمدت جمدت هلا لانه بنرجع نحطها شوي بالمايكرويف بيرجع بيمشي الحال. واخر شيء عملنا فاهيتا القريدس. قلينا ثلاث الوان من الفليفلي مع البصل مع الفطر، وعملناها تعلمنا كيف نعمل الفاهيتا سبايس كمان لنقدر نستعملهم لكذا نوع. ورجعنا لفيناهم مع التورتيا براد، وعملنا الدب من الافوكا. بعد عنا دب دخليك افوكا كمان يلا ونفضيهم. وهيدي شوي شوي الصينيه اللي عنا شوي ما بيروحوا ضيعان. بعرف. فضيهم هون اذا بدك، كون بهالوقت غسلت ايدي. شو حطينا بقلب الافوكا؟ حطينا من رشة حامض، رشة ملح، وحطينا معها من اللبنة. خلص هلا خلص هلا ما بقبل هلا. ما بقبل ما بقبل. انت ما كنت بدك تفضيهم. ما بقبل ابدا بليز. طيب لكن تارت مخبوز وتارت بده خبز، لنشوف الفرق كيف النتيجة، ومنشوف كيف اللون اخذت التارت لون رائع. كوكيز مخبوز مع شوكولا، استعملتي كل الشوكولا. ماشي سلمت الشوكولا للغلط. شو بدي اعمل؟ وكوكيز مش مخبوز. واكيد سندويشات الفاهيتا القريدس مع الفاهيتا. اذا ضلت هيدي عنا فينا نسلق شوي من الباستا، نرجع تاني نهار نقلبهم فيها. أكيد. هيك بيكون نهارنا شرف على النهايه. ثانك يو لكم، وان شاء الله بشوفكم جمعة جاي. ميرسي لك سيف عبد الله. بتمنى المشاهدين هلا نطلق سراحهم. ايه صارت الساعة 1 بيقدروا يظهروا، يلي رايح يتغدى يلي رايح على الجبل، واكيد بكره عالم الصباح الساعة 10.